سوري عربي عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحطة الأولى بعد موزلي رود، بعد شارع موزلي. المحطة الأولى اللي احنا مشينا عشان نوصل لها ميل وستة من عشرة، ميل وستة من عشرة من أجل أفريقيا. لسه قدامنا أربعة أميال أو ثلاث أميال ونص إن شاء الله. والتحدي هنا ليس من ليا أنا، لكن للشباب اللي هم قاعدين محبطين لا يفعلون شيء. يلعبون على البلاي ستيشن ويلعبون على السوشيال ميديا ويلعبون على الانستجرام. تحدي انك انت تعمل تحدي، التحدي ان انت تواجه التحدي، والتحدي ان انت تتخطى التحدي وتعمل تغيير مجتمعي. سنسير اليوم من اجل افريقيا، اربعة او خمسة اميال من اجل افريقيا، افريقيا اللي يضربها الفقر والجوع والمرض والحرمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي في المحطة القادمة ان شاء الله.